أقيم في مناطق شمال بغداد مؤتمر انتخابي لدعم مشروع حزب تقدم الذي يتزعمه الرئيس محمد الحلبوسي، وحضر الحفل الجماهيري شيوخ ووجهاء مناطق التاجي والعشائر الساندة الأخرى لدعم المرشح عن حزب تقدم نورس عبد الحلبوسي الذي يحظى بشعبية واسعة لإنجازاته الخدمية لأهالي الحي، كما حث المشاركون في التجمع على المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات لضرورة تغيير الواقع الخدمي وإكمال مسيرة الرئيس الحلبوسي نحو البناء والإعمار. أبناؤها هم الشعب العراقي الأبي بكل أطيافه ومكوناته. أما عن دعايتنا الانتخابية لا داعي للترويج والإيضاح، لأن حركة الإعمار التي قادها مهندسها السيد محمد الحلبوسي المحترم واضحة للعيان، وهي على مشارف محافظة بغداد الحبيبة. لذلك تم اختيارنا من قبل قيادات حزب تقدم لنكون ممثليكم في مجلس محافظة بغداد، لنعمل بروح الفريق الواحد على نهج قيادتنا الحكيمة لنعمر بغداد كما عمرت الأنبار ونينوى والحدباء. نحن ماضون ومصممون على إعادة إعمار عاصمة عراقنا الغالي، لأننا أمة لا تخون بلدها بل تضحي من أجله، على عكس من كانوا يدعون أنهم ذاهبون لخدمتنا والمحافظة على حقوقنا، لكنهم سلبوا وسرقوا خيرات البلد، فحرموا سكان بغداد من أبسط مقومات العيش الكريم. فنحن لهم بإذن الله بالمرصاد. إخوتي الأكارم، أولى خطوات النجاح هي ذهابكم إلى صناديق الاقتراع لتمنحونا ثقتكم، وبعدها نعاهدكم نرهقهم ونمنعهم من العبث والتخريب كما أرهق أسيادهم زعيمنا، والله ولي التوفيق. شرفنا اليوم بلقاء أمامنا في شمال بغداد من جميع العشائر العريقة الأصيلة في هذه المنطقة. هذه المنطقة عانت ما عانت أيام داعش الإجرامي ومن والموضوع الثاني قلة الخدمات. اليوم نحن في شمال بغداد وكقيادات حزب تقدم لدينا مرشحين في ضمن قائمة بغداد وضمن تقدم، أحدهم الأخ نورس، أستاذ نورس، واليوم أهله وناسه وعمامه في شمال بغداد أبدوا استعدادهم لمساندته ليكون ممثلهم في مجلس محافظة بغداد. جميع العشائر المتواجدة في شمال بغداد وخصوصا العشائر المحاوية لعشائر الحلاس، وهذا المؤتمر إن شاء الله ناجح، وندعم سيد الرئيس محمد الحلبوسي وحزب تقدم وإن شاء الله بالتوفيق. إحنا مشروعنا مشروع أمة، وإحنا كل عشائر شمال بغداد واقفين مع سيد الرئيس ومع مشروعه، وإن شاء الله يبشر قله بكل شمال بغداد، واقفين مع بشيوخها بشبابها بنساء كلها مع هذا الحزب ومع هذا الشعار أمة، وإحنا كلنا ويا أستاذ نورس.